السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اغير الوقت او اغير السماء اللي موجودة. وزر ممكن نقول له مثلا احنا عايزين نشوف المنظر ده اول نهار بالشكل دوت، او تقدر تغير بالشكل دوت فتيجي يظهر معاك بالليل بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اشوف الشمس نفسها ممكن في الاتجاهات بالشكل دوت، كانت بتلف المكان او الموقع اللي احنا موجودين فيه. ممكن السان برتنس نقللها او نزودها زي ما احنا عايزين، الكلاود نقدر نزودها او نخفيها بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له انا عايز ريل سكاي، يعني سحاب بيكون حاجه طبيعيه خالص، دي حاجات متصوره. ممكن تيجي هنا وتلاقي مجموعه كبيره جدا متصوره صور حقيقية، ده في الايفنينج مثلا في المساء بالشكل دوت. ممكن تقول لا ده انا عايز صورة في الصبح اهيت مثلا، يبدأ يجيب لك السماء حقيقية بالشكل دوت. بقى تلاقي قائمة كتيرة كلير بالشكل دوت. او لو حابب تقول له اوف فيبدأ يجيب لك الحاجة الافتراضية اللي موجودة اللي بنتحكم فيها من الـ Sun Brightness أو الـ Cloud Amount. ممكن كمان نحط مؤثر سواء في صورة أو في الفيديو. بعد خلاص ما خلاص بنعمل الريندر فبندخل فوتو، تقدر تيجي هنا وتقول له أنا عايز أضيف مؤثر من Sun أو من Sky Light أو من مثلا Real Sky بالشكل دوت. تقول له مثلا Sun فبيبدأ يديك الارتفاع بتاع الصن بالشكل دوت. ممكن يديك الصن هيدنج اذا تفكر فيها، صن بريتنس، صن ديسك سايز، تبدأ تكبر فيها وتصغر فيه حسب يعني ما انت عايز. لو الشمس موجودة كان هيبقى اوضح وهكذا. فبتقدر انت تتحكم في الشكل بتاع الشمس تبقى موجودة ازاي. ممكن تيجي هنا تقول له مثلا طب انا عايز ريال سكايز فبيبدأ يجيبها لك. بتقدر تتحكم أكتر في الهيدنج والبريتنس والأوفر أول البريتنس بالشكل دوت في السكاي.